دعني أتحدث معك ونلقي مزيد من الضوء وتحليلك لما رأيته منذ الأمس وحتى اليوم من مشاهد. تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل السادة المشاهدين. يمكن في الحقيقة احتشاد المصريين أمام صناديق الاقتراع بيؤكد انحياز المواطن المصري للدولة المصرية والاستقرار الدولة المصرية. هذه الأعداد الكبيرة من الناخبين في الحقيقة بيؤكد أن المواطن المصري لديه الوعي الكافي والإدراك أيضا التام بطبيعة المرحلة. هذا الاستحقاق في الحقيقة استحقاق له أهمية خاصة لأنه يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية بها الكثير من الصعاب، وبالتالي دعم الدولة المصرية، دعم استقرار الدولة المصرية إرسال رسالة للمجتمع الدولي والإقليمي أن هذا الشعب قادر على الاستمرار، قادر على البقاء، قادر على أيضا تكوين قرار سياسي مهم في هذا التوقيت. كلها رسائل مهمة الآن موجودة وتصدر للمجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي. هذا الشعب على قلب رجل واحد في حالة اصطفاف وطني حتى قبل الانتخابات. هذه الانتخابات في الحقيقة تترجم هذه الحالة. الانتخابات المصرية الآن، الانتخابات الرئاسية، تترجم حالة الاصطفاف الوطني التي شهدناها خلال الأيام الماضية في مشهد ديمقراطي. في الحقيقة علينا جميعا أن نفخر بانتخابات تعددية أتاحت المساحة للأحزاب، 3 مرشحين هم رؤساء لأحزاب مصرية وأيضا أحزاب أخرى بتدعم مرشح مستقل. إذن تعددية، حياة ديمقراطية الآن بتخطو نحو النمو ونحو التقدم، وده مش نتاج اللحظة في الحقيقة، ولكن أيضا يجب أن نرجع فيه ل 30 يونيو، ثورة 30 يونيو المجيدة التي أسست لهذا البناء الديمقراطي. نحن نتحدث عن ثامن استحقاق انتخابي بعد ثورة 30 يونيو، نتحدث عن ثالث استحقاق رئاسي بعد ثورة 30 يونيو. كل هذه خطوات في البناء الديمقراطي، إتاحة المجال لعمل الأحزاب، إتاحة المجال وترتيب العمل في المجتمع المدني المصري، تمكين الشباب والمرأة وذوي الهمم، أيضا مرحلة الحوار الوطني، ثم الآن انتخابات رئاسية ثالثة، كلها أمور يجب علينا أن نرتبها ونضعها في سياق متصل لندرك أننا منذ الثورة، منذ ثورة 30 يونيو ونحن بنبني بناء سياسي بيسير بالتوازي مع البناء التنموي. بالمناسبة البناء السياسي هو الذي يصنع القرار السياسي الذي يصنع التنمية ويصنع الاقتصاد ويصنع أيضا البناء المجتمعي الداخلي للدولة المصرية. إذن يعني كان هناك إعداد مسبق من الدولة بشكل كبير في إعداد الشباب وتنميتهم سياسيا، ويعني إدخال الشباب في كل مناحي الحياة وبالأخص في المشاركة في الحياة السياسية. إذن كانت خطوة مسبوقة بالتأكيد. يمكن عشان كده احنا بنتكلم ان ما نشهده اليوم من عرس ديمقراطي حقيقي نتاج. هو نتاج. نعم. هو نتاج مشهد كامل يجب علينا ان نفصله والمواطن يكون على دراية كاملة بمحطاته. وبالتالي نحن نتحدث كما اوضحنا عن ثامن استحقاق. صحيح. انت شاركت في اعداد دستور في البداية في عام 2014. هذا الدستور أتاح المجال لعمل الأحزاب وأسس لي فكرة تمكين الشباب وتمكين المرأة وتمكين ذوي الهمم حتى المصريين في الخارج. يعني هذا دستور 2014 يمكن المصريين في الخارج من المشاركة في التشريع ويتيح لهم الوجود في مقاعد في البرلمان المصري. إذن أنت في البداية أسست للدستور، ثم ذهبت إلى انتخابات رئاسية، ثم ذهبت إلى انتخابات برلمانية وغيرها من استحقاقات حتى وصلت لهذه النقطة. بالتوازي كنت أيضا تفسح المجال لحياة حزبية حقيقية. نعم. أحزاب جديدة. نعم. ظهرت على المشهد السياسي المصري، وأحزاب قديمة استطاعت أن تطور من نفسها وتتواجد مجددا في المشهد السياسي. بالتوازي أيضا أفسحت المجال للمجتمع المدني، أيضا رتبت المشهد حتى في العمل الأهلي، يعني التحالف الوطني للعمل الأهلي. صحيح. وغيرها من الأمور. أيضا تحت المجال لفكرة مش بس تمكين الشباب، المشاركة في المجتمع بشكل بالزبط. أو بآخر، والتدريب قبل المجتمع. قبل صحيح. قبل التمكين، وهذه كانت نقطة مهمة أنجحت التجربة الشبابية السياسية. صحيح. حينما دربت الشباب المصري في البداية. نعم. سواء من خلال البرنامج الرئاسي أو من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل، استطاع معاوني الوزراء ومعاوني المحافظين وكافة الشباب الآخرين الذين تولوا مناصب قيادية في الدولة المصرية أن ينجحوا. لأن هنا أننا نتحدث عن تجارب شكلية، ولكن نحن نتحدث عن تجارب حقيقية تأتي بخبرات وبتراكم الخبرات ونتاج التجربة المصرية.